Rebonsoir à tous. Désolé, problème technique. وهذا هو اللايف. كنتمنى لكم اول حاجه رمضان مبارك سعيد في هذه الايام الاواخر نتاع رمضان باش ما تمنيتو ان شاء الله يا ربي بالصحه والعافيه ويرفع ربي عندنا هذا البلاء يا ربي. Tout d'abord, je remercie la page Andalousna, en particulier mon ami Jloul et puis Ben Khalfat. Elle a de l'invitation auprès de les artistes, les Masha'Allah, عليهم كلهم كنحمق عليهم. Il y en a que j'estime beaucoup, Tabarakallah, Al-Hajj Ibrahim Qassem, tout le monde le respecte en France. On a fait un spectacle récemment, Tmeuf, le centre de culture algérien. مدام الغربية الغزالة اللي كل شيء الجزائر كتفتخر فيها ليليغونس ولا فوا كل شيء لها تبارك الله على بعضها حلو الفنانة ديالنا المتألقة عروسة الشمال زين بأفيلال أيقونة واللي كنسميه الصوت الرخيم صوت القح المغربي سعيد بالقاضي والصوت مازال لي عزيز عليا اللي جاي ان شاء الله يمكن نحرق المفاجأة نتاع جلول شي ديزولي مي تا هو كنحمق عليه فوق ما كيجي لباري لي برومي تيكي انا اللي كناخذهم عباس الريكي اي بي دوتغ كلهم تبارك الله عليهم دونك شوي كونتونت كنشدد الترحاب بكم كنقول لكم مرحبا بكم عندي هنايا في داري انا جيسيري ديترو او ماكسيموم لو بلو بوسيبل سبونتاني بحال اللي راكم جلسه معايا في الدار غادي نعتبركم راكم جالسين معايا دونك من خلال هاد بغينا هاد ان شاء الله هاد السهره تكون فيها تفويجة رمضانية اختاريت لكم ان بتي بروغرام نتمنى انه ينال الاستحسان تاعكم بوغ اون بروميير بارتي جي شوازي واحد السلسلة لو مود موال الوغ اعتمدت على كتاب من وحي الرباب للشيخ عبد الكريم الرايس الاشعار نتاعو النوبه الاولى اللي غتلقاوها في النوبات هي نوبه رمل مايا والاشعار كلها كاينه في المدح و على الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام كله بغيت يكون بما اننا في مناسبه رمضان بغيت ان السهره كلها تكون في الجد ان شاء الله الوغ اختاريت نتمنى انا ما كنزرفش عليكم عرفتوا راه في ستريسي ان بيتي سكري يلا بديت اللايف ولدي نتاع ميم با دو زون ان شاء الله دون دو جو غادي يدير دو زون جاني ماما دونك جو سي با غير دعيو معايا ما يرجعش وصافي دونك فوالا الوغ التليفون راه بعيد شويه عليا جو سالي تو لو موند كلشي اللي كيسلم عليا احبابنا كلهم اللي في الجزائر احبابنا كلهم بيان سيغ المغاربه نبدي بمدينتي وجده سمحوا لي كنحماق على مدينتي كلهم ولاد وجده كلهم صحابي وحبابي كلهم اللي دخلوا لهاد اللايف كنسلم عليكم كاملين ونتمنى اننا ندوز واحد السويعه تكون هانيه ان شاء الله وطرق الاعجاب نتاعكم يا ربي على بركه الله الوغ غادي نديرو ان بيتي اون بيتيت امبروفيزاسيون صلاه على النبي رسول الله توجور اون مود موال ابري جي جو في شونتي ان سيراف يا قوم صلوا على حبيبي اي جي شوازي نو جو في كومونسي باغ انقلاب الانقلاب سالت ربي بخير هادي يجعل موتي على الشهاده من كان مثلي بغير زادي يكون فضل الكريم زادا فإن فضل الكريم بادي على ذوي اليمن والسعادة ربي تفضل عبيدك ربي تفضل على عبيدك برحمتك يا نعم الرحيم لأنني طالب لفضلك يكون حسني من الجحيم Je suis vraiment stressée par mon fils. رما عيت كندرك عليكم وليني والو. Alors après, il y aura un seraf, comme j'ai dit, comme salam ala habibi. Ou pour finir le mois de Moual, on va finir par de mkhlas, inshallah. Pareil, donc, koulou l'kilam, khditoum, à part bien sûr l'inseraf, khditoum min l'ktab min wahi rabab. Ou adna iddat ash'ar li kayna li kanwajdouha fil mousiqa l'ala ou fil mousiqa l'andalousia ou الجزائريه او كما نسميها هنا في مدينه وجده في المغرب والرباط حنا كنسميوها الموسيقى الغرناطيه كاين اشعار اللي هي كنلقاوها هنا هنا وايضا في الموشحات ايضا الوغ على بركه الله بسم الله Est-ce que vous m'entendez bien, Beda, ou je peux m'entendre bien? Le son, l'instrument, est-ce qu'il est bien? Oh,
فاذا فضل الكريم بارك
مضلات الغمامة تاقي شر الضواحي محمد ذو الكرامة المعجزات صحاحي محمد ذو الكرامة المعجزات الصحاحي من حبه قد سقاني سقاني كأسا ما كنت عليل لما استقر في صدري شافت منه الغليل لما استقر في صدري شافت منه العليل لما استقر في صدري شافت منه العليل لما استقر في صدري شافت منه كنغني تحت لي البوكل دوغي ما قديتش نهزها الوغ سلسله الموال قد انتهت اسمحوا لي نشرب شويه نتاع الماء في الساعه كنشوف
معليش. alors je vais lire un peu les commentaires. نشوف شكون اللي معنا الليله. الله يسلمك جلول، ميرسي بوكو. تبارك الله على حبابنا كلهم في الجزائر، خصوصا مدينة تلمسان. تلمسان علاش عزيزة عليا؟ أول مدينة مشيت لها في بلاد الجزائر هي مدينة تلمسان، وأنا عمري لا يتجاوز أنا ذاك التاسعة. كان ليس من غرض، ماشي من الغرض فني، مشيت باش نحضر لواحد العرس اللي لأن هنا معروف مدينة وجدة كاين عائلات كثيرة اللي هي من الجزائر، وانا انا ذاك كانت خالة ديالي كان العرس نتاعها مع واحد من ابن مدينة تلمسان مع جزائري. وهذيك هي كانت اول زيارة عندي لمدينة الجزائر الى بلوتو الى جمهورية الجزائر الى مدينة تلمسان. وبعد ذلك ماشي بزاف كيلكو موا ابخي مشيت باش شاركت في واحد المهرجان في مدينة تلمسان عاوتاني. سيتي يعني تفنيا بالنسبة للجزائر كانت اول مرة في تلمسان. كانت انا ذاك رفقة الجمعية الموصلية للطرب الغرناطي اللي انا تربيت فيها، اللي بديت فيها منذ سن الثامنة والنصف. الوغ سافرت معاهم، وانا ذاك كان عندنا لي دو بروفيسور اللي كنحييهم هذا المنبر واللي جلوغ اون غون اوماج، ولاد الشيخ صالح. الشيخ صالح اللي غني عن التعريف، الشيخ نتاعنا الكبير الشيخ صالح شعبان، الشيخ الكبير نتاع الغرناطي، ولادو صالح الوغ نصر الدين شعبان وسي محمد شعبان، ايقونه الطرب الغرناطي في مدينه وجده وفي المغرب ككل. جلوغ اون اوماج جوست ابري نو سوم اون افي اون بيتي تورني اون افي تلمسان عنابة اي جو مابيل بلو. كنت صغيره كنت مدينه اخرى. الوغ ابري كانت عندنا مشاركه اخرى توجور مع لا ميم اسوسياسيون، كانت عندنا في فهران وانا ذاك مازال سني صغير. وتما ديك الساعات ما كانت لا فيزا لا حتى شي حاجه، مشينا عند عبر الحدود كانت مفتوحه. جو بارلي جيساي دو يا قلبي خلي الحال la version. alors il y aura يا قلبي خلي الحال pour ce soir mais une version comme j'ai dit auparavant بما انها ليله رمضانيه وحنا في كلام الجد alors اختاريت كلام اخر ولاني لا ميلودي سا سخا لا ميم ان شاء الله حيت لو دوزيام مود كو جي شوازي بور فو لو مود رم المايا alors je vais interpréter quelques morceaux juste après ça. شكرا بزاف للكومونتير زوينين ديالكم بور فو زونكوراجمون اللي خطيكم. وهذا هو كنقولوا ان الفن ليس له وطن. الوغ الغرناطي كساسوا في وجده او الرباط او لا في المكان في المغرب او لا في تلمسان الجزائر في العالم ككل في كل العالم في كل البلاد احنا كنكونوا فرحانين يا ربي. ونتمنوا ان هذا السيت نتاع الموسيقى ما يبقاش غير محلي، يكون في العالميه هو بدا واحد القليل، ونتمنوا انه يزيد يكمل ان شاء الله. نورتوني نتوما بالتتبع نتاعكم، شكرا ميرسي بوكو بور فوز انكوراجمون. و اون ايكوت دو كونستانتين ناس كونستانتين الله يا ودي. اول مره كنشوف شي كنت مشينا للفيستيفال جو بونس واش اون 2004 يا ربي، كان الموسيقى كان مهرجان الموسيقى المالوف، و جو سوي بارتي على ليبوك بور ريبريزونتي الغرناطي. وكانوا عرضوا علينا شي وحدين لواحد السهره، وكنشوف الناس كلهم كيصفقوا. سيتي لا بروميير فوا كنشوف كيصفقوا في لو طون فور بحال لو سيسويت نتاعنا معروف تا 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 حنا كنصفقوا تا 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 في قسنطينة تا 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 في لو طون فور. سيتي لا بروميير فوا انا جاني بحال هما اللي مقلوبين الوغ كي هما اللي على صح. تحيه كبيره للناس تاع قسنطينة والناس نتاع الجزائر ككل، كل المدن الجزائريه. ريسامون العام اللي داز مشيت بعد سنين تاع الفرقه مع جمعيتي اللي تربيت فيها، بعد سنين الفرقه نتاع مع الجمعيه الموصليه، بعد الفرقه تلاقينا مره اخرى. كنت كضيفه شرف على الموصليه على جمعيتي، ومشيت معاهم لمدينه القليعه. تحيه كبيره للمدينه والناس نتاعها، الناس الطيبين تاع وناس القليعه. و سيتي يلاه العام اللي داز دونك يا ابان انو. الله يحفظكم، جميله بوجودكم جميله شكرا خويا توفيق. الله يحفظك خويا توفيق فاخر، الله يحفظك. فيليسيتاسيون بور لو نوفو تيتر، دار واحد الاغنيه تاع سيدي يحيى.
الوغ جو بونس كو هضرت وقيله بزاف هذه ليله نتاع تفويجه نتاع الموسيقى تكون رمضانيه بنكهات دينيه ان شاء الله. الوغ غادي ندوزو للمقطع الفقره الثانيه اللي هي رمل معايا و جو فو سويت بون سواري. شوف راه قلتها لكم في الاول تاع اللايف، راه قلت لكم غادي نكون سبونطاني، ما ديما ندير هاد التليفون يطيح. المهم الكوارث غير استناو معايا ما دوير سيغست اللي كتشوفوني بعقلي، حيت ما عندي فين نهرب. كاين البروجيكسيون، كاين الميكرو، كاين دابا كنديرو بداك ال شويه بكاكم نتوما راه تعرفوا راه غادي نفرش هاد الناس اللي راهم معايا الناس اللي مدوزين تبارك الله معايا الحجر الصحي في الدار. راه واقيلا بلاتي حتى هما غادي نهجم عليهم، ماتش نخليهم في راهم جالسين وكيتفجعوا عليا ويضحكوا حيت عارفيني شويه ستريسي مع اللايف. هادشي مباشر بيبي ما باش يطلع، معليش. الله صافي اسمحوا لي غير واحد دقيقه، بغيت غير البيبيت ما بغاش يطلع هادو هنا وقيله. فوالا 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 سي بون. حيت قلت لكم ديزولي انا الكلام ما حفظتوش، جي بريباري تو لي تيكست كو جي بريباري بور سو سوار سبيسيالمون بور لا باج اندلوسنا سبيسيالمون بور سيت سواري. لي ميلودي تبارك الله كلشي راكم نظن سورتو اللي عنده المام كبير ومتبع الغرناطي راكم حافظينهم، مي الكلام هذا كله خديته اللي غادي نغني دابا خديته من وحي الرباب اللي عبد الكريم الرايس. Thank you.
في كل حين
هتفت في تلي تلقيه فروطوها بالقربي يا مولاي ارحل إلى المختار محمد العربي يا مولاي ارحل إلى المختار محمد العربي يا مولاي ارحل إلى المختار محمد العربي يا C'est pas du tout évident pour chanter et s'accompagner. Alors, je suis sur le téléphone pour voir un peu les, pour lire un peu les commentaires. Voilà. Oui, effectivement, il y a une famille Bliyachi, même à Alger, à Tlemcen et à Alger. Tahia la famille, c'est mes cousins. C'est pas mes cousins. Alors, j'ai un petit lien. Mon arrière-grand-mère, j'dat maman, Allah yirhamha, sa maman à elle, elle est de Tlemcen. Yani son papa, il est marocain, mais sa maman, d'ailleurs, hta tbarakallah alayhom koulhom, la beauté ntaahom, on dirait, lina hna adna bhal Tlemcen bhal Fas, la beauté, عندهم les yeux verts, les yeux bleus, koulhom zaarat, chqarat zaima. Gbila fatni ma yfotnich l'amr annani bien sûr j'ai rendu hommage le marhoum le haj le kbir ntaana le haj Cheikh Saleh Chaban ou à travers lui bien sûr les ses deux fils que j'adore les tribit ala yedihom Nsreddin Chaban wa si Mohamed li kan'tabro ayqona tdarb el Gharnati ou bien sûr chouyokh l'okhrin bima annani men medina Oujda Cheikh Zemouri Allah yerhmo ta houa كان شيخ كبير و récemment on a perdu son fils زموري محسن الله يرحمه تا هو خدا المشعل والمنبر نتاع باباه و c'était le meilleur joueur تاع l'instrument de la mandoline الله يرحمه كاين بزاف ما يفوتنيش كلهم كان من هاد خلال هاد المنبر جلوغون اوماج افندي بوشناق الله يرحمه لو بير ديال الاخوان بوشناق ou les belles voix les d'naf Foujda aussi Fakir Ahmed Fakir il y a de très très belles voix mashallah Allah yhfedhom kamlin et ainsi que cheikh nta el Jazair aussi récemment j'étais très contente parce que j'ai rencontré le cheikh le kbir jazairi si Mohamed Khaznaji ou kan li charaf la madrasa el kbira li kan3tabrou madrasa kbira si Ahmed Sirri اللي خديت كنت شاركت في المهرجان للموسيقى الغرناطية وكانت لجنة تاع التحكيم وكل عام كانوا كيكونوا ضيوف من الجزائر وهذاك العام اللي شاركت فيه أنا كان فيه رئيس اللجنة هو سي أحمد سري إلى جانبه كان سي محمد شعبان ثم سي أحمد بيرو الله يطول في عمره اللي شيخ طرب غرناطي تاعنا اللي في مدينة الرباط اللي كان وجه له التحية و je lui rends hommage aussi fait de la soirée où j'ai eu le premier prix donc هذيك الجائزة ديت جوائز موراها bien sûr mais هذيك الجائزة بقات مرسخة في الذاكرة نتاعي لأن اللي كانوا في اللجنة ماشي هينين كانوا لي 3 écoles l'une de نتاع الجيري وحده نتاع وجدة وحده نتاع الرباط سي donc هذيك الجائزة كنبقى مفتخرة بها طول حياتي وكان جائزة قبل منها في مهرجان الموسيقى الأندلسية في بفاس يعني هذو كنت مازال صغيرة والحمد لله. Alors, belle voix, merci beaucoup. Lélé, khtaykoum. Chakroun, Sidi Mohamed. Lélé, khtaykoum. Docteur Rizlan, merci beaucoup. Yahya. Si Yahya. Je ne sais pas, c'est Nabel ou c'est Nabel. Merci. Je n'ai pas encore vu. العياشي مهدي العياشي الله يبارك فيك مرسي بوكو شكرا خويا احمد بنونه لا فامي بنونه كيتواجدوا بزاف في الجزائر وفي المغرب كاينين بزاف تحيه عاليه من مدينه تطوان الله يودي ناس الشمال الله يعمرها دار
Alors, Andou, sur les commentaires. Mounia, Rafiq, merci beaucoup. الله يسلمكم وبوجودكم بتتبع نتاعكم اللي احنا موجودين اللي خطيكم سليم رمضاني مرسي بوكو محسين الوغ كنت العام اللي داز ولا كنت درت واحد يا رب العباد القصيده كو فو كونيسي توس و جي في اون ريبريز درت اون بوتيت فيجيون راه موجوده في يوتيوب سي فولي ليكوتي اون فيرسيون توت نوفيل مي جادور سيت قصيده وبما اننا اليوم انا في صفحه ضيفه على بلد الجزائر غادي نحاول انني ندمج ان بيتي بريدج تما تاع كو جادور هيا ونزورو جادور سا الوغ جو في شونتيغي كلكو كوبلي دو تخوا كوبلي من يا رب العباد جيسيغي دانفيتي الوغ Alors, oui, merci beaucoup pour vos commentaires. Merci Mohamed Salim, Rabia, Shukran Jazilan, Ayashi, Busta, Tbarkallah, Mashallah, Nanana, Shukran Lalekhtek, Shukran Jazilan. Après, Inch'Allah, tête reposée, nous allons regarder les commentaires, Yarbi, parce que sinon, on va rester toute la nuit. Kautar. Kautar, صديقتي من elle est docteur في Casablanca و جات حضرت لي في لو سبيكتاك نتاع مع الحاج ابراهيم قاسم كانت سهره مغاربيه مع سيرين بن موسى من تونس انا من المغرب والحاج ابراهيم القاسم من الجزائر توفيق بو عبد الله واللي ميوزيسيان اللي كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر كلهم الله يحفظهم غزالين على سيستم سبيكتاك Merci, elle est toujours là pour m'encourager. Sonia, Smahan, Shawqi, ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup pour vos commentaires. L'alertekom. Adnan, Bourkadi, Mouchejia Rasmi, merci. L'alertek. Je vous remercie tous. Ou on va continuer, Inch'Allah, notre soirée. اليوم عاود لكم شو ولدي دار واحد لاسيس طويله زعما بحال اللي عرفني غادي ندير لايف راه قصر معنا اليوم سيحيا قرني نائب رئيس الجمعيه الموصليه كنعرفو منذ الصغر نتاعي تحيه الكبيره ليك والجمعيه الموصليه والفنان تاعنا رئيس الفرقه الفنيه رضوان مني ولكل اعضاء الفرقه الوغ ابراهيم حاج قاسم كيس كو جي دي راه شوف راني واقيلا راني عاد صايمه توفيق ابو عبد الله الله يبارك فيك عبد العزيز الله يبارك فيك نجيب ميرسي بوكو الوغ شي ناس راهم عندي هنايا جالسين كيحرموا عليا الله غادي واقيلا يجيو يديروا شويه كوغال تغنيو معايا شويه اون فاشونتي توس يا رب العباد نتمنى انكم الديور نتاعكم تغنيو معايا لوغوفخان او موا يا رب العباد كمل قصدي نمشي نحج ونطوف نزور النبي والبيت وعرفة لا معليش يمتم كنت ريسامون انا في ان بيتي ان بيتي سي ان بيتي انريجسترومون مع ماما كي في ان بوز جو اون ساتوندي با غير هكا والله الا جات فريمون سبونتاني كان الوباء عاد بدا كان يلا كنا كان حتى الكونفينمون في المغرب مازال ما بدا غير جات هكا ماما اجي غني معايا لغه فرنسا والله حتى تجي هذا نزولا للطلب نتاع جلول قولي معايا اي لغه فرنسا ماما طيرت كلشي مشى Alors, elle dit maman, grâce à elle, qui a fait cette musique, grâce à elle et à mon père, bien sûr, qui a fait une grande prière, qui a fait une grande prière, qui a fait les enfants, et qui a fait les gens de la terrasse, qui a fait des choses autres, donc on a fait des choses.
وأ travers maman كنقول سالو ا توت لي مامون بان نسلم تحيه خاصه للجميع المغاربه والجزائريين وكاع اللي متفرجوا فيها والله ينوركم والله ما كنا لي نقدر ونتمنى ان شاء الله هذا الوباء يمشي كما جاي يمشي ونعيشوا عيشه افضل من هذه باذن الله وبالرحمه تاع سيدي ربي اللي تنزل علينا وحنا دائما متابعين ولادنا ونتمنى ان شاء الله نوصلوا للخير راه والله الا سي سبونطاني وحق الله راه قلت لكم راه اللي جاني في البر شويه نغني لكم نجيب لكم ولدي واقيلا حتى هو يغني معانا يلا يا لطف يا لطف الله بسم الله يا لطف الله الخافي لطفينا في ما جرت به القدر يا لطف الله الخافي لطف بنا فيما جرت به القدر يا لطف الله الخافي لطف بنا فيما جرت به القدر يا لطف الله الخافي لطف بنا فيما جرت به القدر عجل بدواك الشافي رحم ضعف الأمة الغارقة في الوزار قدر تبلي وتعافي وقنا شر الوقت ما ندوز وغيار يا لطف الله الخافي لطف بنا جرت به يا لطف الله الخافي لطف بنا فيما جرت به القدر يا لطف الله الخافي لطف بنا فيما جرت به القدر يا لطف الله الخافي لطف بنا فيما جرت به القدر ميرسي مامون وانت شنو بغيتو جات ودعت معاكم كنا ان شاء الله يكون دعم مستشفى على بلاصتو شكرا لكم الله يحفظك بنتي ودورك بما ان ماما هنايا كلشي اللي راهم كونفيني معايا ماما اي طاطا اي وي سالو سي جي بروفيتي كي شونت افيك مو بعدا او مو لو ريفران يلا عاونونا انتما بديركم غنيو معانا وصل عفاك قربي لي شويه التليفون مشيت تسمع لهم راكم تسمعوا مزيان لا موندوليك موندوليك عم تسمعها مزيان صباحك يا محمد كالشمس وضحاها ومساؤك يخاف عقباك
واسع المخازن فضلك شلا نصيف يا واسع المخازن فضلك شلا نصيف حرمي تخيل بالكعبة والهادي يا الملاقوي زادي ولا تشفي يا عادي صلح فسادي يتفاجن كادي حاشا يخيب من قصدك يا جواد يا من شانو قام وجاه موصوف بلغ منيتي للبرفا مصطفى يا رب العليمة كمل قصدي نمشي نحج ونطوف نزور النبي والبيت وعرفة النبي شعشع نوره الله أكبر سيدنا
زمزمين شرابو الله أكبر من بير زمزمين شرابو الله أكبر هيا ونزورو هيا ونزورو سيدنا بشاشة نورو الله أكبر سيدنا بشاشة نورو الله أكبر ربي نشبعو الله أكبر من قوت ربي نشبعو الله أكبر هيا ونزورو هيا ونزورو سيد النبي شاشع نورو الله أكبر سيد النبي شاشع نورو الله أكبر صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام
نتمنى ان الاكرين تاع ولدي ما برزطوكم شويه. انا بعدا شوي ستريس كنغني وحاضيه معاه زهري. ما عندي ما ندير اليوم دار لا سياس فيها ثلاثه د السوايع زعما ماما غادي دير لايف راني معاها. شكرا سمير مرابط. ما كاينش ماما اللي كترافقني وماما اي ما طونت تاتا تاتا نزيها سي سيل كي ماغي واحد من تلمسان هي اللي حضرت لها العرسها في تلمسان ملي كنت صغيره الي لا اوسي ال ما كومباني دونك انا جبروفيت اللي معايا في الدار عليه الصلاه والسلام يا ربي فينا هما. سي دوماج لو لايف ما قديتش اجي راه عندكم المعجبين اجي اجي معايا عندنا وخوتنا وحبابنا. دابا حنا كيما قلت انت جوج عائليه مرحبا بهم. الله الو جو بريزونت ما تاتا. ماما شفتوها قبيله جلسي ماما حدايا. هيا ما تاتا السلام عليكم تبارك الله عليكم عواشر مباركه بالصحاب كل ما تمنيتوا ان شاء الله والله يبلغنا ليلة القدر حنا وياكم ان شاء الله ومبروك عيدكم. ونوجه التحيه للجميع الجميع الجميع المعجبين والجميع اللي راه معنا ولا فامي ديال الزوج ديالي التلمساني في التلمسان. وانا بروفيت با دو لايف سيل تو بلي ميرسي كل فامي تحيه لكل عائله التلمسانيه وكل عائله الجزائريه وكل عائله المغربيه وكل عائله تاع تونس وكاع العائله تاع العالم كله. الوغ ماما ماما ها هي سي دوماج ما قدرتش ندير انشا قاسي مجموعين. شكرا خويا جمال. وي مدينه توجد عطات بزاف الفنانه ومازال كاين نجوم سعيده كاينه دليله مكسوب كاين عده اسماء كاينه ايمان ايمونه شنو واحد الصوت اللي زوين ما شاء الله الفيني سي زيتود دابا في غابه كاين اصوات ما شاء الله عليهم. صحة تاتا هادي بالجزائرية الله يسلمك تاتا ميرسي ميرسي بوكو سي سوبر. انا قلت لكم بغيت تكون جليسة فريمون نحسو بحال حنا كنا في جو عائلي كنا مجموعين جليسة في الدار تفويجة مع فنان تكون تفويجة هكا في رمضان يلا حاجة صحي. هادي جلسة رمضانية. شكرا عادل احسان سي جونتيل الله يخطيك. الوغ بزاف منين كاين بزاف اللي كي حيت انا مدينه وجده عندنا واحد القصيده معروفه جدا اللي كتغنى بيان سور في الجزائر نتاع الشيخ بن مسايب قصيده الحرم يا رسول الله. بزاف الطلبات منين شت بزاف اللي قالوا لي عفاك غني لنا الحرم يا رسول الله. الوغ جو بونس غادي نغنيها دابا. Ça parle de l'Eid. On n'a pas parlé de l'Eid. Ah, elle a présenté le vœu. Ah oui. Oui. Ça a fait. Moussabbaqan, Inch'Allah. Amin, amin. Sahaf Torkom. Merci beaucoup à vous tous. Tahiyati l'Hajjah min al-Jazair. Khodiji al-Mukhrij al-Shahir. Hada al-Mukhrij n'ta'a l'clip n'ta'i. راني شديتو في هاد اللايف حيت عندي اون شونسون كو جوفي سورتيغ تري تري بيانتو ان شاء الله في هاد لا سومان. هو راه في صدد العمل الشغال عليها في هاد لو كونفينمون خدمنا غير واحد ان بتي كليب مي لا شونسون الي واحد لا شونسون اللي سميتها محمد صلى الله عليه وسلم. سي اون شونسون ديالي لي باغون تاع والد مقامي توزيع احمد زايد واخراج محمد قديجي. نتمنى انها ابري فهاد لي جور دون 2-3 جور ماكسيموم انا كنت باغي نخرجها في ليله القدر ان شاء الله. و سا سرا لوكازيون تاع لو دوزيام انيفيرسير دو مون فيس ان شاء الله. دونك جيسبر نتوما تبعوني على يوتيوب على انستغرام على فيسبوك مي جو فو غارونتي انا بالنسبه ليا زعما غنيتها من قلبي لا شونسون. نتمنى انها تنال الاستحسان تاعكم يا ربي. يلا محمد راني جي جانونسي لا نوفيل يلا طلق راسك وصايب لنا الاغنيه. واش مبروكا سمير اوسي يا دي كومونتير كي مفون غير معليش جلول جو نسي با سي تو ان تران دو لير لي كومونتير او با سي تان غران تيزر. ما شاء الله عليك سمير شرف نور تبارك الله عليك.
مولوعه حتى النخاع مولوعه مولوعه بزاف هاد النبته ما شاء الله عليها بيان كولتيفيت تبارك الله وباحثه في التراث عامه كتحمق على التراث ميرسي شرف دونك جو في ايساي دو شونتي اونتروتون كنهضر معاكم وبالي مع ولدي كامل ولا راه مبرزتنا عليه سي ا كوز دو لوي كو جو ستريس سي با ا كوز دو لايف Alors, on va continuer à la barakatilla. Wissal, viens nous rejoindre. Ah, je vous présente Wissal, il y a un petit kelfa bel live. Aya Wissal, c'est ma cousine. Comment ça va Barakat. Mbroka. Ou Sahara Saïda. من وجده لتلمسان. تلمسان الجزائر كلها. من كثر ما قلتي تلمسان. Oui, c'est vrai, c'est vrai. كامل دنا فاش يتفرج مسالت ولا جوست ان عطيتي له البورطاب تاعي Je vais essayer. Je vais essayer de chanter juste deux trois couplets. Ça fait هذا نزول انا على رابط اللي عندي متتبعين تاع الصفحه نتاعي بزاف سورتو سو كي فيان دو جداد كيحماقوا على هاد لا شونسون وهاد الاغنيه الحرم يا رسول الله كتغنى بطريقه اخرى في الشمال والعروسه ما يمكنش تخرج من دارها بلا هاد الاغنيه هادي ما عرفتش التليفون واش راه مزيان قولوا لي واش كتشوفوني مزيان اولا ماما ديزولي اون ريسوا ان Thank you.
الوغ هذا كان نزولا عند طلبي المعجبين تاع الصفحه تاعي. الله يسلمكم. تحيه لمالالا. مالالا حتى هي كتبعني. مالالا هي جداتي ماما الماما ماشي لي زوغي لا غران مير ان فيت سا غران مير الي دو تلمسان يعني مون اريير غران مير يا هادي جداتي لما رفيق لما بدا منك القبول غنيتها قبيله غنيتها في الموال اون مود موال الله يسلمكم Une dédicace à la famille Marzouqi à Casablanca. Voilà. Choukran, Nadine, Omar. Alors, كوثر مومنا صافي ملت من اللايف قالت لي ديري تبقاي على خير تبقاو على خير صافي نساليو ما عرفتش شحال دوزنا تاع الوقت ما كيبانليش انا هنايا اون باسي كومبيان دو طون سيفو بلاي اون اور صافا جو بروبوز انا شوف ملي كنت صغيره كنحمق على شي حاجه سميتها الفقارات حنا في وجده كنقولوا الفقارات في تلمسان كيقولوا الفقيرات ولا الفقيرات والمداحات كنقولها ميمو ماروك مي بلوس حنا كنستعملوا كنقولوا بلوس الفقارات انا في وجده جادور لو ريبرتوار سكيل شونت واحد امتي مورسو كنت كنحافظها بزاف مي هذا عزيز عليا بزاف جو فيسي دو شونتي ونديروا شي حاجه اون فا امبروفيزي ولا Alors, la première partie c'était Renate, avec bien sûr Kalamjid.
شكرا بنس العاصمة. فازيا منى مراد حسيني غادي يجي متبع اللايف. ميرسي شرف لي لي خطيك. تحيه بقاو في التحيات هذا الليل. تحيه طيبه من الجزائر الى وجده والمغرب. نقول لكم تحيه فنيه غرناطيه من الفنانه الوجديه الى الجمهوريه الجزائريه من بلد من المملكه المغربيه. Bon fête à vous tous. Mais il faut l'approcher encore un peu. Pour le son. Ah, vous vous entendez pas bien. Radi waqila nkhdemou chwiya wessal chdna. On va continuer notre soirée. Alors nzidou bhda wala ça fait 1 heure qal li ana jloul qal li 1 heure donc 1 heure ça fait ani wfit l'ahd. Rani wsalta. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue ou ça fait barakat. Alors, dites-moi, s'il vous plaît. Zidou, là, ça fait. Yarbi, moi, il me le dit, il me le dit. Je me le dit, je me le dit. On fait une soirée ramadanesque. حرمي رسول الله من كلام الشيخ بن مسايب سي سكو جي دي دايوغ في البيت الاول بزاف الشعراء ملي كيكتبوا كي يسيت لوغ نون في التالي سيدي بن مسايب مضحك والناس تفتخر باشعارك ولا بشكار كل واحد دو فيرسيون كومو يديز كل واحد وشنو كيقول دونك سيدي بن مسايب جلي دي او ديبو كاين بزاف الاشعار زوينه نتاع بن مسايب كاينه فنيت واش من يصبرني حتى هي حفظتها ملي كنت صغيره قال لك سيدي برافو لا بيركسيون كلاس مشات الموندولين مشات لا فوا شكرا بقيت نبان انا زيد سا مو رابيل لي سواري فاميليال توت افي ان فيت حنا دائما كان عندنا عاده في مثلا غير ملي كان يوم الجمعه اتيتر ديكزامبل باغ اكزامبل كنتغداو كنسالي وبحال الا كنا ما نقراوش ديك العشيه كنا عاد شويه صغار. عندي ما فخير اللي كنوجههم التحيه بيان سور امين اي بدر. بدر سيتي ليكس هذا بريزيدون دو لاسوسياسيون موسيليا لا ونا غراندي تو لي دو داير تو لي كات باسكو ما سور اوسي اي مون بتي فخير كنا كبرنا في نفس الجمعيه وبابا وماما بيان سور مولوعين عندهم الولع من الصغر كنا غير كنساليو شي مره كنديرو الهمزيه للبرده كن نيمبورط كو دائما الجمعه كن بالقواعد نتاع حين كملوا داك الطعام حنا نقولوا الطعام الكسكس صافي كنساليو وبارفوا حتى ديك لا هذه لا بتيت فامي بارفوا لا غراند فامي ملي كيكون شي تجمع ضروري كنضحكوا ولعبوا في الاخير كنكملوا دائما بالامداح بالسماع كنديروا ان بتي كوكتيل شويه هاك شويه هاك. Ah ben, vive la nostalgie, Amin Bel. Attends, c'est qui? Bel Khouja. C'est Bel Khouja. Il demande est-ce que c'est Bel. Non, c'est pas ma soeur, c'est ma mère, c'est pas maman. Elle ressemble à Bel. Ouais, elles se ressemblent toutes les deux, c'est vrai. Une famille d'un cœur de richesse. Lélé Khtek, merci beaucoup. Ana goûte le combrit, t'sais, chou maïa, maniche d'abas sur serre, ni fdar, ou mrhababikum, kulcherakum maïa fdar. Halakum gansin maïa. Vous partagez avec moi si vous avez envie de d'écouter quelque chose, ou la gouloli. Donc, Ana, je vous ai proposé un programme, raka, t'sais, le programme qui a une fille bzaftouel. Rabbi, ndouma, inshallah, saha. Amin, Rabbi, alina wa alikum, merci beaucoup. Alors, je continue ou. On fait un petit dernier morceau. Ah, mashallah. Kien nas ndim tbaynam souid. Dodi l'arbi. L'aribi. J'espère que je l'ai bien prononcé. Yalla, kemlo. Youssef Brahimi, tahia kbira l'fannan diana l'mgribi. Youssef Brahimi, Allah ybarak fik. On a fait un duo ensemble kien sur YouTube. Il a fait une chanson fiha un peu de melhoun mais avec un arrangement qui est très très moderne. Si vous voulez l'écouter, donc ça se trouve sur ma chaîne YouTube.
هشام هشام تبارك الله على هشام كروت. ميرسي سارة. كملي الفكرات ديالك. مالا لا تسنى الفقرات. الوغ بسم الله. Je vais essayer le oud, je vais voir s'il est accordé ou pas. Je vais essayer un peu. Dire au khayla. Sinon, c'est pas la peine. Gouloli, vous serez me servi ou là je continue avec la mandoline. تغنيو معنا في ديوركم بحال راكم معانا. الا اله الا الله الله
خلاص والله تفتح البيزون مكلا لك هذا تكون أجبتها. أحبائي أصدقائي اللي كان عارفهم ديجا متبعيني الناس اللي دخلوا اليوم جداد في اللايف كنقول لكم نتمنى شوف بكره طاح ما لقيتوش دارك الحمد لله راني في داري ماما كتقول لي نتمنى انكم قضيتوا معنا سهره ممتعه كنقول لكم نجدد دي فو كنقول لكم رمضان مبارك سعيد مره اخرى سورتو في هذه العشر الاواخر التاليه يا ربي لكم في المتاعكم يدوز بخير وعلى خير وحتى حنا يا ربي وعيد مبارك سعيد مسبقا يا ربي ونتمنى انني نكون خفيفه تدل عليكم في هذه السهره حاولت ما امكن نكون فريمون سبونطاني نكون باين اللي كتكون في المنزل تاعها ماشي سيغ سان ماشي باين دونك اونتر فامي حسبتكم بحال عائله تاعنا سي مو كي تو ريميرسي جلول ميرسي بوكو شكون اللي طلبها اه وي ديروا تبقاو على خير ونساليو ان شاء الله ديروها بك ميوزيك و كيما تبغي انت حنا غير متبعينك موندولين عود هرا موندولين ولا نديروها غير هكا تبقاو على صافي بلا نكملو لا ميوزيك كاميلو كاميل اجي ماما توا تحير alors sur cette chanson تبقاو على خير كنقول لكم تبقاو على خير يا ربي ديما نتلاقاو في الخير ويا ربي دائما هذه الصفحه je lui souhaite vraiment beaucoup beaucoup et plus de succès c'est une page que j'aime beaucoup que j'admire beaucoup parce que vraiment il faut un effort énorme rien que pour faire des un programme بعدا هاد لي لايف دارو سبيسيال رمضان plus donc les اشعار rien que pour les traduire en français là c'est pas du tout évident عاد كل تيم بوحدو كل مره شكون كيديروا بغيف جيم بيان لو كونسيبت نتاع هاد لا باج ونتمنى انكم كلشي تدعموها ونبقاو دائما نتلاقاو ان شاء الله فيها و اتري بيانتو عواشكم مباركه ولدي تلف لي لا توناليتي
تبقاو على خير.